أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إنجاز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد الذي يمتد على طول شارع راس الخور من شارع دبي العين إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بطول 8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر. وقال معالي مطار محمد الطائر المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة: يتضمن المشروع توسيعة شارع الخور من 3 مسارات في كل اتجاه إلى 4 مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة 2 مسارين على جانبي الطريق بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة السير وحل مناطق التدخلات المرورية الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10,000 مركبة في الساعة وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى قرابة 7 دقائق.